معانا الأستاذة فوزية من المنوفية. أستاذة فوزية، السلام عليكم. ازاي؟ عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي حضرتك. ازاي حضرتك يا شيخ؟ نعم وفضل الحمد لله. ممكن بس احكي لك على مشكلتي؟ بس معلش هطول شوية. بما يتناسب مع الهوا تفضلي. ماشي. اللهم صل على النبي. انا في مشكلة بيني وبين جوزي. طيب المشكلة. طب هل استاذه فوزيه ممكن تتكلمي بتواصل؟ انا اسمعك خالص بس على طول قولي السؤال على طول، يعني ما توقفيش. اتفضلي. احنا بقالنا 8 سنين متجوزين. طيب ماشي. وهو بيشرب وطول الوقت بيشتمني وبيضربني وبيبهدلني واهله كويسين معايا. بس بيشرب خمره ولا بيشرب مخدرات؟ ايوه خمره ولا مخدرات؟ لا حشيش وكده يعني. طيب اتفضلي. مخدر الحشيش. هو طول الوقت شتيمه وخناق وضرب وبهدله فيا وبيعاملني يعني ساعات يعاملني بطريقه كويسه وساعات يعاملني بطريقه وحشه. طيب هو طول الوقت اصلا بحس ان هي دماغه مش مظبوطه، دايما ماشي في الغلط على طول. طيب دايما لما بزعل. قصدك ماشي في الغلط؟ ماشي في الشرب يعني؟ ماشي في الشرب وماشي بقى في الشتيمه وفي الخناق مع الناس. كويس ماشي ماشي. ودماغه دايما بتفكر بطريقه غلط، يسيبه الصح ويمشي في الغلط. طيب ماشي ماشي يا شيخ. واهله يقعدوا يقولوا له دي بنت ناس وما تعملش فيها كده وهي كويسه معايا وكويسه معايا، ما ينفعش اللي انت بتعمله. بيتخانق مع الناس في الشوارع وكده والحاجات اللي زي دي ولا؟ ايوه بيتخانق مع الناس في الشارع ويعني اخر مصايب يعني. طيب فين سؤال بحضرتك يا استاذه فوزيه؟ سؤال حضرتك دلوقتي يا شيخ، كان في هو علاقه بيني وبين مرات اخويا قبل كده ماشي، وانا عارف. عرفت منين؟ انا عرفت من على تليفونه. طيب وبعدين؟ ولما عرفت انا رحت واجهته. وبعدين؟ وقال لي معلش مش هيحصل كده تاني وبتاع، وانا طبعا كنت زعلانه وقتها وقلت لحماتي. انتوا ساكنين في بيت عيله؟ ساكنين في بيت عيله ولا مش في بيت عيله؟ لا احنا في بيت عيله، هم قاعدين في الشقه تحت وانا قاعده في الشقه فوق. لازم تسيبوا البيت ده. المهم وبعدين كملي. المهم ان احنا دلوقتي انا لما عرفت اهلي وعرفت اهلي كنت انا ساعتها. يلا 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 يعني كملتيها فضيحه بقى؟ ايه كملتيها فضيحه يعني؟ ما كملتهاش فضيحه، انا عرفتهم علشان خاطر ان هم يقولوا له عيب او عيب اللي انت بتعمله ده. مش انت بتقولي ان كان ده ان ده حصل زمان ولا حصل دلوقتي؟ لا زمان وحصل تاني دلوقتي. طيب وبعدين؟ يعني انا وقتها لما انا واجهته قال لي خلاص انا مش هعمل كده تاني. طيب وبعدين؟ وانا قلت بلاش اعرف اخويا واعرف الدنيا علشان ايه ما يمسكوش في بعض واخسر حد فيهم. وبعدين؟ وخفت على اخويا وقتها. انا الايام دي بقى عرفت ان هو دخل بيت اخويا راح يصلي الفجر، وده دخل بيت اخويا وبيتهجم على مراته. اتهجم عليها ولا؟ هو جه يفتح باب الشقه، هي حست بفتح الباب، قامت قعدت بقى تزعق وتقول مين قام، هو خاف وجري. السؤال بقى سؤالك يا استاذه فوزيه، احنا كده اتكلمنا كتير، ايه فين سؤالك؟ السؤال دلوقتي ان انا سبت البيت ومشيت وانا مش عارفه اعمل ايه. طيب انا هجاوب حضرتك يا استاذه فوزيه. بصوا يا جماعه، الحاله ان يبقى في بيت، اول حاجه السيد زوج حضرتك ده عنده جمله من الصفات لازم يبقى فيها وقفه. يعني لازم يبقى فيها وقفة، يعني ايه؟ الصفات اللي موجودة عنده دي صفات لا تصلح لرجل مسؤول عن بيت. انت حضرتك بتقولي ان هو في بعض الاحيان بيمارس البلطجة، بيتخانق ويتشاجر مع الناس في الشوارع، وان المخدرات بتخليه كأنه مش فاهم وكأنه مش راكز. المخدرات دي ممكن توصله الى حد الادمان اذا ما كانش هو اصلا مدمن. فاحنا مع الاشخاص المدمنين لو احنا مش قادرين نتحمل ده احنا بنقف وقفه معاهم، اما العلاج حتى لو هنوصل ان احنا نروح مصحه او مش هنكمل. فالمساله كلها احنا محتاجين وقفه جاده من اهل حضرتك ومنك، ان احنا مش هنسمح بده ان هو يستمر. يبقى اول حاجه الاعلان بعدم الاستمرار. الأمر الثاني تغيير السكن، يعني رقم واحد أنا مش هقدر أستمر، ثاني حاجة هنغير السكن، ثالث حاجة لازم نمتنع عن كل أشكال المبيقات.
طب واذا ما حصلش؟ لان هي مساله مش مساله مرات اخت مرات اخوكي، لكن المساله مساله ان هو هيعمل كده كتير، لان هو بيكون تحت تاثير المخدر. المخدر خلاص بوظ شخصيته، ودوت حصل له نوع من انواع خلاص سيطره المخدر عليه. فلذلك انت لازم تبقى عندك وقفه حاسمه وما تسيبيش الاشياء تستمر على كده، وده كلام واضح. تاني حاجه نسيب البيت ده. تالت حاجه لازم ناخد تعهد عليه، والتعهد ده يبقى في شكل واضح عشان ما يكررش الاعمال دي.